إلى سوريا، حيث أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 772 مدني جراء القصف والاشتباكات في شهر أغسطس آب الماضي. الشبكة قالت في تقريرها الشهري إن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكبرى عن الخسائر في صفوف المدنيين خلال الشهر الماضي. التقرير قال إن التحالف تسبب بمقتل 285 مدني، بينهم 97 طفلا و 58 امرأة. ولفت إلى أن النظام السوري ما زال يواصل قتل المدنيين رغم اتفاق المناطق الخالية من الاشتباكات أو ما تعرف بمناطق خفض التوتر أو التصعيد. وحمل التقرير قوات النظام مسؤولية مقتل 229 مدنيا. معي للحديث حول هذا التقرير مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني. نرحب بك سيد فضل عبد الغني في حقوق الناس. هذا تقرير جديد لكم يرصد المآسي المستمرة خلال شهر آب أغسطس الماضي. أنتم بداية حملتم قوات التحالف الدولي المسؤولية الكبرى عن مقتل المدنيين خلال شهر آب أغسطس الماضي. بالأرقام هل يتضح ذلك ويتوازن فعلا مع نسب من قام أو من قتلوا من المدنيين خلال قصف التحالف أو من تسبب النظام السوري بمقتلهم؟ يعني نحن أستاذ جمال نقوم كل يوم يعني تسجيل الضحايا الذين يقتلون على يد مختلف الأطراف، وفي نهاية الشهر عندما يعني تدخل هذه السجلات إلى قاعة البيانات، عندما نخرجها في نهاية الشهر يعني نحن يكون لدينا تصور من قام بالقتل، لكن الأرقام الدقيقة هي هذه مسجلة بالأسماء وبكل التفاصيل، وبالتالي تظهر لدينا الجهة التي يعني قتلت أكبر عدد ممكن. يعني هي هذه عندما قلنا قوات التحالف، لأنه أتى 285، النظام أتى 229، وتنظيم الدولة 202. هذه الأرقام لشهر آب أغسطس الماضي، إذا ما قارنتها فضل مع أرقام شهر تموز يوليو وشهر شهر حزيران يونيو، هل هناك نسبة وتناسب بين تصاعد فعلا من يقتل من المدنيين على يد قوات التحالف الدولي تحديدا؟ نعم، التحالف الدولي يعني سجلنا في هذه السنة لأول مرة كان التحالف الدولي تفوق على القوات الروسية، ثم تفوق حتى على قوات النظام في هذا التقرير، هو تفوق على جميع الأطراف. استغربنا انه قوات التحالف هي قتلت اكثر من القوات الروسيه. الان القوات الروسيه بعد الاتفاقيات التي وقعت تراجعت واصبحت اقل جهه في قتل المدنيين، ربما هي يعني لا نعلم اذا كانت هي مع عمليه تبادل ادوار مع النظام السوري، هذا يتضح لاحقا. لكن في الحقيقه ان القصف الروسي على المناطق التي وقعت روسيا القصف عليها هو قد انخفض بشكل كبير جدا، ومن يقصف هذه المناطق هي مناطق خط التصعيد في الغوطه الشرقيه وفي حمص الشمالي ريف حمص الشمالي، هذه المناطق الذي يعني سكن المجازر في اب الماضي هو النظام السوري، وهنا هذا يعني وتر يجب اللعب عليه أن روسيا هي ضامن لهذه الاتفاقيات والنظام يحاول إفشال مقامة روسيا بفعله، وبالتالي هنا يعني يظهر لدينا نوع ربما من التباين أو قد يكون تبادل أدوار بين الحليفين. طيب، ولكن أيضا فضل أنتم قلتم في التقرير أن هناك 73 مدنيا لم تتمكنوا من تحديد هوية الجهة المسؤولة عن مقتلهم. نعم، هذا يعني أمر آخر، أنه دائما في سوريا نتيجة كثرة عمليات الاغتيال والتفجير تكون لديك نسبة لا تعلم من الجهة المنفذة، لكن هؤلاء هم يخضعوا لتحقيقات لاحقة، يعني ربما تتكشف الآن في أيلول أو في تشرين الأول أو الثاني أو ربما بعد بضعة أشهر، عندما تتكشف هذه الحالات ننقلها من خانة الجهات لم نتمكن من تحقيقها إلى خانة الجهة التي قامت بهذه الجريمة. شكرا جزيلا لك مدير الشبكة السورية العربية لحقوق الإنسان فاضل عبد الغني، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة برنامجنا، فابقوا معنا.